جلست مع الدكتور جلسة وذكر لي أغلب المشاكل اللي أنا أعاني منها، كثير من المشاكل اللي أعاني منها، وكانت المفاجأة الصارخة بالنسبة لي مع الدكتور إنه جاء وذكر لي الممنوعات، وكانت أشياء عجيبة جدا مثل الكبدة، قال هذه ممنوع إنك تأكلها، والبيض والسبانخ. كانت الصدمة في الشاي الأخضر والنعناع. قلت له يا دكتور الشاي الأخضر والنعناع يا دكتور مو إنه تنحف وهذا هو المشهور عنه؟ فكان جواب الدكتور إنه قال الشاي الأخضر يذيب الدهون لكن يكسر الغدة الدرقية. سبحان الله، إذا كسرت الغدة الدرقية يسمن الإنسان حتى لو ما أكل. عجيب جدا. يعني أي أحد عنده كسر في الغدة الدرقية يسمن حتى لو ما أكل. أيوة. طيب دكتور بالنسبة لش اسمه النظام الغذائي، وصيتني بالسمك سمك السلمة عشان يعطيك فيتامين د أوميجا 3 وأوميجا 6 ما شاء الله، والعدس عشان يعطيك نسبة بروتين مناسبة تحتاجها، والزنجبيل ينشط لك الغدة الدرقية، والباذنجان المشوي يهدي اضطرابات القولون لأن يكون مشوي فيه كربون يعني. والزبادي عشان البكتيريا موجودة في الأمعاء، والفجل الأبيض عشان العظام، والبطاطا الحلوة عشان فيتامين A. والسردين كمان عشان يعطيك أوميجا 3 ما شاء الله للدماغ، تتحسن حالة الدماغ ويصير النشاط أكثر وذكاء أكثر. ما شاء الله تبارك الله، يبيض وجهك. طيب دكتور أنت نصحتني في العلاج بتدليك باطني بهذا الشكل، وقلت لي لو صار بالعكس اللي هو نبدأ من الأعلى ثم الأيسر، تبدأ من الجهة اليسرى. أيوة. ارتفاع ثم تذهب إلى اليسار إلى اليمين باتجاه حرف القرون، ثم من اليمين الأعلى إلى الأسفل. جميل. ثم من اليمين الأسفل إلى اليسار الأسفل. جميل. تمام. ثم هكذا من اليسار إلى اليمين توعودة من اليمين إلى اليسار من الأسفل. طيب جميل. تكون بالشكل هذا. جميل. بعض الناس بالطريقة المغربية يسوي كذا، هذه المشكلة. تمام. إذا مشيت عكس كمان حتصير لك مشكلة لأنك تحرك إنزيمات وتحرك يعني باتجاه حركة إشارات عصبية. سبحان الله، يعني الجسم حساس يا دكتور ما يلعب في أي أحد. شوف أي واحد يحس إنه عنده إمساك أو إنه الإخراج عنده ضعيف يعمل الحركة هذه يساعده في عملية الإخراج، حتى هو على الكرسي مثلاً في الحمام الله يعزك. لكن إذا كان هو في الحمام خليه يعمل العملية العكس ما حيقول. سبحان الله. نفس الشيء الموية. الموية إذا في واحد يبغى يتبول مثلاً وصب الموية على الجهة الأمامية من البطن أسفل. حلو. يساعد انه يتبول، لكن اثناء هو يتبول اذا صب الماء على ظهره يتوقف البول. عجيب جدا. واضح؟ في نقاط مهمة لازم ينتبه لها كثير من الناس. ما شاء الله تبارك الله عليك، الله يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك ويبارك فيك، احنا في خدمتك. الله يكرم روحك ويطيب خاطرك يا غالي.